هذا مدير مشروع في أحد المناطق القريبة، سلم له مشروع كبير وهو مشرف عليه. يقول يوم جيت استلمت المشروع لفت نظري موظف عندي عمره 35 مجتهد، حسيت أن الرجل يبذل جهود كبيرة. فسألته أنت عمرك 35 ما تزوجت؟ أنا عرفت أنه ما تزوج، ليش ما تزوجت؟ قال والله يا خوينا هذا اسمه أبو أسامة هو اللي يقص لي القصة. قال أنا ثلاث خوات وام وبيت أجار و6500. وين أتزوج يعني؟ يقول دعيت له، قلت الله يرزق. قال الله رزق. يقول غاب عنهم فترة، أنا عندي عدة مشاريع راح أشرف عليها. في يوم جيت لقيت أحواله تعدلت، فأسأله وش اللي صار؟ قال حنا عائلة كبيرة في البلد اللي حنا فيها، ولنا أبناء عمومة في مدينة الرياض، وبين العائلتين خلاف، ولا هذا يحبون هذيلا وهذيلا، ما يعني في محبة وفي، لكنها سبحان الله صاير بينهم داخل الشيطان فيها. فتم زواج عندنا في بلدنا، وحضرنا الزواج، وأنا صرت كرسي رابع وخامس، واحد على يمين المعرس ولابس بشتي، وولد عمي المعرس. يقول حنا في أثناء الحفل تفاجأنا أن واحد من كبارية العائلة الثانية اللي في البلد الثاني زارنا في العرس، الله يجزاه خير، كأنه يبي يعيد بناء العلاقة بحضوره اللي بدون دعوة. وهذه ترى هامات وقامات ما حد يقوم عليها، هذه من يسويها المبادرات هذه؟ هذه تجمع أسر، رجل كبير مو في حاجة أنه يزور عيال عمه وهم زعلانين عليه، يروح يزورهم بدون دعوة وربما يجد بعض الغضاضة. يقول دخل القصر علينا، يقول بعض من جماعتنا حب هالزيارة، بعضهم ما حب، من دعاه من عزمه. يقول أنا لا، فرحت بالزيارة، فرحت مرة، ودي أن العائلتين ترجع كما كانت. يقول نطحته ورحت له وحبيت رأسه وخشمه، وصرت أمشي معه لين سلم على الرجاجيل وحطيته في المكان اللي أنا جالس فيه. المكان يعتبر جيد، جلست وناديت القهوجي يصب. في ناس يتساسرون، هذا وش جابه، هذا وشوله، من عزمه، من هذا. حنا قاموا يظهرون أثار المشكلة السابقة، أكيد أن وراه بلا، أكيد أنه. يقول أنا ما علي من كلامهم، لكني وجبت الرجال، جانا في محلنا وابن عمنا ولحقن علينا وكبير ربعنا يعني. يا سلام. يقول يوم سبحان الله جاء من العشاء، يقول أمسك بيده ودخله صالة العشاء، ولا تعرفون يعني فيه طاولات للناس الضيوف. يقول حطيته على المكان المناسب ساعة، ولا يجيني السواق حقه فلان. قلت نعم. قال عمي يبيك. قلت عمك بيمشي؟ قال لي قلت في عرضه وفيه ساعة صدر. قال لا والله يبيكو. رحت عمي يجلس الله يجزاك خير، والجلسة والعرضة تو يبدأ العرس. قال لا والله أنا بروح الرياض، وبيني وبين الرياض حدود ساعتين أو ثلاث، لكن أنت شو عندك؟ قلت والله ما عندي، ليش عندي العرس بس هذا. قال أنت العرس خلص من، تعال معنا. قلت والله خاف أعطلكم، روحوا وأنا أجيكم في الرياض. قال خلاص، حنا في أحد الفنادق المشهورة اللي في المطار، أنا يقول بقعد فيه الليلة، ومن بكرة أبيك تجيني الليلة في هالفندق. يقول معروف الفندق. يقول هو شغل ومشى، أنا قعدت لي نص ساعة، يوم شفت الأمور ركبت سيارتي وجيته. يقول يوم جيت الفندق الساعة 12 ونص وحده، وله قاعد في اللوبي في الليل، جاء في الليل عقب العرس مباشرة. يا سلام. والله يسلم عليه ويسألني بعض الأسئلة وشلون الوالدة، ويعرفني ويعرف العائلة. لكن قلت بخير وأخوانك فلان، وقلت والله ذاك متزوج ورايح للشرقية، وسأل عن خواتي. قلت والله ما حد منها نعرس يعني. خذ بعض الأمور ويقول أنا، قال لي ترى حجزت الغرفة فوق، امرح فيها، وإذا جاء الصبح تعال افطر معي. يقول رحت للغرفة، يوم رحت يوم صليت الفجر، إيه نزلت الفندق مصلى وله قدامي يقرأ قرآن، وأصلي جنبه ونتسنن ونصلي. قام وراح للمطعم الرجل يعني، قام يسولف معي شوي، ثم قال يا ولدي هذا اشتر بيت لأمك ولخواتك. شيك ما شاء الله. قلت يا عمي ما له داعي هذا، أنا قرضي جاي. وهذا قال لا، وهذه سيارة اشترها لك، لأنه يقول إن سيارتي ما هي ملحقتكم، خاف تأخركم، ما وصلتني. أي فيقول أنا قلت الكلمة هذه والله ما لي قصد فيها، ما بيعطلهم. قال هذه بدل سيارتك اللي بهي ملحقتنا، وهذه 200,000 تزوج فيها. يقول أنا ما والله لا عملت حساب ولا قابلته على أساس الأمر هذا، لكن الله يعلم بنيتي. ما يبحدها مليونين اللي أعطاه، والله أبعلمك التفاصيل الآن. يقول طالع اللي علمني يا أخوان مديرة في الشيء، صديق لي وهو مدير المشروع. يقول طال عمرك
حبيت راسه وخشمه ما ادري ايش اسوي، ما ادري ايش اسوي، بس قلت الله تركت جزاءك على الله. نعم. ما عندي لك جزاء. يقول رحت للشركه دي، شركه معروفه، اعطيتهم هذا، قالوا سياره هذه ب 450,000. ما شاء الله. قلت لا يا اخوي، اعطوني واحده ب 120، ان رجعت بسياره ب 450 انظروني ربعي. دوروا لي سياره. وبيتهمونه. اي دوروا لي سياره على قدي. قالوا هم يعطونا سياره ب 20 ويعطونا الفارق. واروح لمهمتي واركبها معي ونروح لمكاتب العقار اللي في ديرتنا، شوفي الفله اللي تبينها ترى هذه من فلان. والله تبكي في السياره. والله ونلقى فله فيها شقه فوق ودور ونص ونشتريها. قلت يلا دوري المراه. وكل هذه ابو اسبوعين ثلاثه. قالت المراه من زمان جاهزه. المهم رحنا وخطبنا موافقين. متى؟ قلت مو انا اللي حدد المهر. من اللي حدده؟ قالت مين حدده؟ قال لا لا مو بنتي ولا انا. لا. اللي في الرياض. اركب سيارته ورحنا معزبه. حب راسه وخشمه، انا خطبت وملكت وابيك تعطيني الموعد اللي نحدد فيه الزواج، ترى هذا فضل الله ثم فضل خيرك. قال يا ولدي انا ما سويت شيء. قال لا انت؟ ايش ما ادري ايش اقول. قالوا وش يجوز؟ قلت اللي تبي بعد شهر، بعد سنه، بعد سنتين، بعد اسبوع، انت حدد الموعد، اهم شيء انك تحضر. ترى ما راح يقام زواج ما تحضره. قال بعد اسبوعين. قلت تم. يقول وارجع وحدد الزواج. ومن صلاه العصر وانا على الباب احتريه على باب القصر. يقول لي يوم شفتت اني شايف ان ابوي ابوه عاد متوفي جاي من قبره. يقول وقف، انا والله ما اشوف احد في الدنيا الا هو، احب راسه واحب خشمه وقلطه في مكان المعرس واقف على راسه. ما عندي شكافه، شيء ما يعني اخرجني من لا شيء الى شيء. يقول ونقهوي ونكرمه، وجبت لي واحد وقال فيه قصيده. يقول انقلطه على العشاء، يوم خلص قال بيض الله وجهك. يقول قلت كلمته في الميكروفون عن صله الرحم وعن الانسان اللي يصل من قطعه وفضله عظيم عند الله، لعل تلين بعض القلوب اللي في القصر لانهم اكثرهم يعني من الربع. يقول جزاه الله خير، تشكر. ورحت لين وديته سيارته وقلت والله ودي اني ما فارقك. قال ما قصرت يا ولدي، بيض الله وجهك، وانا افتخر بنفسي ان عندي حسن ظن في مثلك وشرواك. يا سلام. جزاه الله خير. قلت الله يجزاك خير. ويا اخوان ترى صلة الرحم مهمة جدا، مهما كان بينك وبين ربعك، بينك وبين جماعتك، لا تنقطع عنهم. طبعا السيارة كانت ب 450 جيب جديد، والفلوس اللي اعطاها هي للبيت 500,000 في منطقة، ومهر 200,000 ريال. ويقول عاد ابو سامي يوم رجعت وشفت حالته تغيرت، عرفت ان الرجال علمني القصة هذه. قلت انت اصلا من يوم شفت عملك قلت والله ما يخزيك الله ابدا. في بعض الناس ارجوكم موضوع احد عنده قريب، احد عنده قاطع في صديقه ولا شيء، رح له سلم عليه، ترى الامر بسيط. يمكن الرجال عنده ظروف ما هي باللي سببها انت، سببها شيء ثاني. السلام عليكم.